متحمس جدا مش عارف ليه. المهم بقالنا كتير ما صورناش فلوجز وما صورناش فيديوهات على دروس اونلاين ومنقطعين كده طول فترة شهر رمضان. صراحة يعني كنا وضحنا الموضوع ده في فيديو على دروس اونلاين، بس خلينا نستفيد شوية في التوضيح ونقول لكم احنا شغالين على ايه وشغالين على ايه ليه. يعني بالمناسبة اللي شغالين عليه الحاجات اللي ممكن تكون ظاهرة قدامكم حاليا ديت، وخلينا نتكلم اكتر على سبب انقطاعنا وايه اللي احنا شغالين عليه. بس خلينا نطلع فوق بقى في الطراوة كده، يعني وحشتنا القعدة فوق والله. يلا بينا. الواحد عمره ما يمل من الخضرة دي الصراحة، شاي بالنعناع، يعني القهوة خلصت يعني فنستعيد عنها بالشاي بالنعناع، طعمه حلو. اوكي، احنا كنا منقطعين علشان يعني عدة اسباب. اول سبب ان الناس كانت بتمتحن سواء ثانوية عامة او كليات، ودول نسبة كبيرة جدا من اللي كانوا بيتابعوا دروس اونلاين واللي بيتابعوا الفلوجز. والسبب الثاني هي ان احنا في شهر رمضان، فالناس يعني المفروض بتبقى مركزة اكتر في العبادات وكده. يعني معلش يعني الشمس ضربة في عينيا فعينيا مغمضة شوية. بصراحة كان في سيناريو بيدور في دماغي على طول، يعني كل ما اجي افكر ان انا اعمل فيديو مثلا في رمضان، وهو ان الناس بتمتحن المفروض تكون مركزة. فانا لو عملت فيديو ممكن يجي له نوتيفيكيشن، فالشخص مثلا اللي بيذاكر او امتحان يقول لك ده دروس اونلاين حاجة تعليمية يعني ما اخش استفاد حاجة. فتخش يا معلم بقى بعد دروس اونلاين تجيب مش عارف فيديو خمس مواقف مضحكة، تجيب لك مش عارف توب 10 مش عارف ايه محبوس جوه يوتيوب، وهوب يا معلم الحقوني الوقت وخلص وما ذاكرتش حاجة. فيعني ما كنتش عايز ابقى سبب ان انت تخش في الدوامة ديت. يعني I know crazy reasons، بس يعني ده كان يعني الموضوع كله. هون احنا كنا شغالين على حاجة تانية وهي الوركشوب او الورشة يعني، وديت حاجة خاصة بالناس اللي عايز تعمل محتوى على يوتيوب. يعني في مشكلة كبيرة بتقابل معظم الناس اللي بتتابع الفلوجز او بتتابع دروس اونلاين، وهي ان ممكن يكون عنده حاجة قوية جدا، محتوى رائع سواء تعليمي ترفيهي ايا كان نوعية المحتوى، بس للأسف مش بيقدر يطلع المحتوى ده في صورة فيديو كويس. فبمجرد ما الشخص يعني يعقد النية كده ويروح يشتري كاميرا او يسأل على سعر الكاميرات والمايكات والاضاءة، فيلاقي البادج بتاعته داخلة في مبلغ ضخم جدا، فيصرف نظر عن الموضوع، يجرب يصور بالموبايل بس مبقاش راضي عن النتيجة، فيدي الموضوع كله ايه استمارة ستة وخلاص، يعني ما يكملش فيه. ودي كانت حاجة بتزعلني جدا، يعني لان انا على يقين في ناس جامدة جدا جامدة جدا تقدر يعني تفيد ناس كتيرة بمعرفتها بتجاربها بعلمها، بس مش قادرة او مش عارفة توصل الموضوع ده في هيئة فيديو. وفيديو هو الحاجة اللي جاية، يعني البوستس او الحاجات المكتوبة بتتراجع. لو انت دخلت على فيسبوك هتلاقي ان كل مثلا بوست اتنين فيديو، مقابل كل بوست اتنين فيديو. حتى فيسبوك بقت تاخد بالها ان محتوى الفيديو هو الاهم، حتى عملهم اللي هو الانستجرام تي في اللي هو يعني جزء خاص بالفيديوهات على انستجرام. فالفيديو هو النيو بوستس، فما ينفعش انك تغفل الموضوع ده. فعلشان كده عملنا يعني جيت فكرة الوركشوب ديت، وهي هتبقى في القاهرة ان شاء الله، وقريب يعني الاسبوع الجاي ان شاء الله يتم الاعلان عن التفاصيل والمكان واللي هناخده في الورشة ايه، يعني كل حاجة باذن الله. يعني فما اقدرش اقول ان رمضان راح بقى ان احنا ملناش حاجة في رمضان، بس هي يعني ايه خدت وقت طويل جدا في الاعداد، لان اصعب حاجة يعني مش ان انا عندي معلومات كتيرة جدا، لا ازاي بقى تمرر المعلومات اللي عندك دي لشخص تاني ويفهمها ويستوعبها ويشتغل بيها. دي جزء الاعداد ده هو يعني اهم جزء واكتر جزء بياخد وقت، فلو ما اتعملش صح كل اللي جاي بعده مش هيبقى مظبوط يعني. فده كان الموضوع. و وبس مبسوط قوي بالبتاع ده اللي هو الوايرلس بريزنتر، انت بتستخدمه علشان تقلب السلايدز بتاعه البريزنتيشن بتاعتك. هو صوته كليكي شويه بس اي لايك ات، بيدي لك تحس ان انت عندك سوبر باورز كده ان انت بتقلب كده وانت بعيد.